السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنرسم شجرة الساكورا، شجرة الكرز الياباني، عشان أختي حبيبتي وصاحبتي جيجي جيهان نصرة الفنانة الجميلة قالت لي امبارح ارسمي، وحشنا رسمك وكده. والله اتكسفت بصراحة، فقلت مش هزعلك، يعني ربنا يخليكي ليا ويخلي اخواتي كلهم متابعين. على فكرة الألوان اللي ظاهرة عندكم دي مش هي الحقيقية اللي في الالوان، يعني الاخضر اللي انا شايفاه دلوقتي غير الاخضر الحقيقي على فكرة، عشان بس تبقوا يعني مقدرين انا في مشكلة، الالوان مش هي الالوان. فالمفروض ان ده اخضر اللي هو الاخضر اللي هو الزرعي، بس هو طالع واحد تاني خالص، طالع زي الفستقي كده، بس لا هو مش كده. نرجع بقى للالوان، للكاميرا، للعدسه، الحاجات دي انا ما بفهمهاش. انا عشان ما اضيعش الوقت بس في التصوير، لان انا اللي هصور مش احمد، عشان احمد لسه يا دوب لسه فكك امبارح رجله الجبس، فمش قادر يصور. حطيت الالوان، انا خدت الالوان زي ما انتم شايفين كده، الالوان الاساسيه هي اللي انا محتاجاها واللي هدرب منها الالوان اللي انا عايزاها. مش هستعمل الوان كتير لان يا دوب هنرسم بس شجره الساكورا. ابدا عشان ما نتكلمش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة الساكورا اليابانية دي شجرة الكرز زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا عملت الالوان الاساسية ما قلت لكم في الجزء اللي فات، اخدت لون احمر بس لقيته قليل، فعشان كده وقفت وضفت لون احمر تاني. احنا ما بنحطش كتير لان انا هستعمل لوحة واحدة، مش هستعمل، لما كنا في كورس الرسم كنا بنستعمل كتير فكنت بعمل كمية الوان كتير، لكن دلوقتي عشان انا بس اللي بستعمل لوحة واحدة ما باخدش الوان كتير لان حرام هتترمي ومش هنستعملها تاني، لان كل لوحة بتجيب الوانها. اخدت اللون الاحمر، حطيت عليه جزء بسيط ابيض، وهقول لكم ليه دلوقتي. وهنحط ابيض تاني درجات على حسب الشجرة. هي الشجرة اصلا الزهور بتاعتها ابيض ابيض في روز. احنا مش هنرسم زي ما انتم متعودين، احنا هنشتغل على طول بالالوان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده، باين كده ولا الضوء هو اللي عاكس؟ بصوا هو ده احمر بس الضوء، شايفين ده احمر. الزهرات بتاعت الساكورا، هي الشجرة تعتبر مدورة كده. احنا هناخد الرسمة يعني ايه الشيب بتاعها اللي هو الفريم، او مش عارفة اقول ايه، اللي هو الجزء الخارجي، الاطار الخارجي اللي احنا هنعمل منه الشجرة. هتبقى شجرة ان شاء الله حلوة جدا بإذن الله، هتشوفوها دلوقتي. اللون الاحمر ابتدى ينشف اهو شوية، وزي ما قلت لكم احنا بنستعملش اللون الاسود، انا ما بجيبش اللون الاسود في الجواش. دي الوان اسمها بوستر كولر، بجيبها بالبرطمان. اخر مرة كنت بجيبها البرطمان كان تقريبا ب16 حاجة زي كده، مش عارفة والله دلوقتي بكام. هنبتدي ناخد الابيض اهو، جزء ابيض بس مش هوسخه قوي اهو كده، عشان ادخل الابيض في الزهرة ، انا مش بخلط على اللوحة على فكرة، انا واخدة من الابيض على طول وحاطة، لان الريشة الفرشة فيها احمر فهي عملت اللون ده. التقنية دي شبه التقنية بتاعت الزيت بالظبط، نفس الطريقة بتاعت الزيت والتلوين بتاع ألوان الزيت. خدت أبيض أهو أحطه، أنا عايزة كده يكون ليه سمك. الشجرة دي تعرفين طبعا طبيعة اليابان اغلبها تلج وحر، برضو عندهم في الصيف حر زينا، بس عندهم رطوبة جامدة جدا، وعندهم الدنيا اغلب الوقت تلج، يعني عندهم الشتاء طويل والشتاء فيه تلج. الحمد لله مش زي عندنا، احنا عندنا الجو جميل ما شاء الله. فهم احتفالا بالربيع او احتفال الدنيا بتدي يعني تبتدي تفتح شوية عندهم، بيطلع الزهرة بتاعة الكرز اللي هي الشجرة باسمها ساكورا. انا شفتها على ويكيبيديا
اسمها مش عارفة ساكورا واي ولا سابورا، يعني ساكورا حاجة، يعني نبات الكرز نفسه اسمه ساكورا حاجة. مشكلة بقى الرسامين، يعني انا ما اعتبرش نفسي رسامة، انا واحدة بقى ست بيت خلاص. الرسامين مشكلتهم ان شغلهم ما بيأكلش عيش، يعني دايما تلاقي الرسام بيشتغل مثلا حاجة تانية غير الرسام، يعني بيشتغل مدرس، بيشتغل اي مهنة بقى، اي وظيفة تانية، لان الرسم ما بيأكلش عيش. يا يعني اما ممكن يشتغل نقاش، انا ما عنديش مانع برضه اشتغل نقاش، اشتغلت نقاش في بيتنا بصراحة، وساعات لما كنت برسم الفصل بتاع ابني كان اقتراح منيل مني ان احنا بدل ما نعمل جلاد ونلزق جلاد على الحيطة، ونجيب ورق حائط وحسبناها كده، لقيتها انا اللي حسبتها للأسف، يعني انا اللي اتبرعت بالفكرة السوداء دي. بدل ما تبقى الفصل مدهون، او بدل ما يبقى الفصل عليه زينة وجلاد والعيال يقطعوه في الفسحة والحركات اللي انتوا عارفينها بتاعت العيال الصغيرين دي، قلت لهم طب ايه رأيكم نعمل ايه رأيكم نرسم وندهن الفصل ونجيب بويه وكده بدل الحاجات دي. حسبوها لقوا ان الراجل النقاش هياخد مبلغ. قلت لهم طب وايه المشكلة، طب نرسمه احنا، يعني اي ام فاضية او اي حاجة تطلع هي وتيجي تساعدنا. ففعلا احنا اتحاد الامهات الشاطرين اشترينا، يعني يعتبر تمن مش قليل ومش كتير، يعني شفنا متوسط كده علبة دهان بلاستيك، وادينا بس وش نظافة كده، جبنا الدادة نظافة الفصل طبعا على حسابنا عادي مفيش مشكلة، جبنا الدادة نظافة الفصل وبعد كده دهنا، خدنا عملنا احنا علينا جروب كده بتاع الفصل على الواتساب، الأمهات كلها اتحاد الأمهات الشاطرين، اتجمعنا كلنا وقلنا خلاص اللي عاوز يساعد أو اللي عايز يساهم مش هيبقى إجبار على حد، يا إما يجي يساعد معانا يشتغل معانا يعني في الدهان، أو يدفع جزء مبلغ بسيط كده يعني مساهمة منه في تمن الدهان وفي تمن الحاجة اللي هنعملها. وفعلا تم بالفعل عملنا كده، وسبحان الله حتى الفلوس فاضت، جبنا أكرة للباب وجبنا فوم وجبنا، يعني شهيصنا الفصل بجد. وجيت انا بقى ايه مش هقول لكم، اختكم بقى اللي عملت نفسها ناصحة قالت انها ترسم، رحت جايبة اسداي للصلاة، انا مش هينفع بقى البس لأي حاجة لان ممكن، يعني احنا امهات كلنا مع بعض وكل حاجة، بس ممكن الباب يتفتح فجأة لان احنا جوه المدرسة. فجبت بقى اسداي للصلاة واشتغلت في الفصل، المدرسين بقى كانوا فرحانين مننا قوي، يا سلام قولي يجيبوا لنا شاي وعايزين يجيبوا لنا فطار، قلت لهم لا شكرا احنا فاضيين وكله تمام. فكانت بصراحة كان يوم جميل جدا، ومدرسين تعاونوا معانا واشتغلنا ورسمت، ويعني ساعدتهم شوية في الدهان، او على الاقل دهنت الجزء اللي انا هرسمه. قلت له بصوا ما انا هرسم الجزء ده، كان عندي وقتها شغل فما كنتش فاضية والله، قلت لهم انا دلوقتي انا هرسم الجزء ده بس اللي انا هدهنه، وانتوا بقى ربنا يتولاكوا ادهنوا الباقي علشان ايه انتوا تنجزوا، انا عشان تلحق الحيطه تنشف عشان ارسم عليها، والبلاستيك ما بياخدش وقت بينشف بسرعه، في خلال ساعه بيكون نشف ممكن اقل والله كمان، لان هو وش واحد احنا ما عملناش 100 وش، واحنا مش شاطرين يعني زي النقاش، بس يعني ايه ماشي حالك. فرسمنا الفصل وقتها وكانت ذكرى حلوه والله، حتى الفصل بتاعهم بعد ما خلاص يعني الولاد دخلوا الفصل خلاص، مش فاكره سنه ثالثه ولا كان سنه كام، تانية ثالثه، ثالثه متهيألي سنه ثالثه، كان الدنيا شغاله وجميله وزي الفل. راحت المدرسه واحنا الصبح بنودي الولاد المدرسه اول يوم في الدراسه، تقول لنا الفصل هيتاخد وهنديهم مش عارفه مش عارفه رابعه اول ولا رابعه تاني، قلت له لا الا رابعة أول مين ولا رابعة تاني مين، لأ ده فصلنا احنا، احنا اللي تعبنا فيه واحنا عاملينه لأولادنا. فجاء لخص لي اجتماعي واحنا بنشتغل، فبيقول لي ما شاء الله عليكي وكده وفي الرسم وكده، عملت لهم شغل حلو فراشات وحاجات بقى تحيي بالطفولة. فقال لي ما شاء الله جميل وكده، تشتغلي معانا في المدرسة؟ قلت له ما عنديش مانع بس هشتغل بفلوس، يعني وش كده انت مش بتجيب نقاش تديله فلوس خلاص،
انا مش هاخد زي النقاش صحيح، بس كفايه ان انت هرسم لك رسم يعني. فما سمعناش بقى صوتهم تاني ولا شفنا وشهم تاني. المهم قلت له لو عايزين فعلا انا ما عنديش مانع شغل، انت جايب نقاش بتديه فلوس وانا ما عنديش مانع اشتغل نفس الطريقه زي النقاش، هشتغل معاكوا زي ما النقاش بيشتغل وكده. فما اعرفش بقى، قال لي اداره المدرسه والاداره ما ردتش ولا حصل ايه، فقلت خلاص يعني، اصل انا مش هعملها مجانا يعني، ويكتبوا في الفواتير ان ند فلوس لنقاش يعني، انا لو هشتغل بره هشتغل بفلوس، فده ما يزعلش، لان ما فعلا كنت بعمل كده. حتى لما اشتغلت مع صاحبتي في الحضانه بتاعتها رسمت لها حديقه حيوان على الحيطه، خدت فلوس، وهي انا ما كنتش هاخد والله، بس هي اللي صممت يعني، هي قالت لي لا مش عارفه ان لو جبت حد بره، طبعا هي مش هتديني زي اللي بره، بس يعني كشغلي يعني، ده شغلي اصلا، لان من وقت ووقت ولادي وبيتي وكده، فادتني فلوس يعني. بس احنا عملنا الشكل تقريبا بتاع شجرة الساكورا، شجرة الكرز اليابانية اللي بتديهم احساس بقى بالايه، بالربيع النجاة. هنعمل اللون البني اللي هو لون الساق. انا هقول لكم، احنا انا ما بستعملش اللون البني، ما بشتريش لون بني، انا اشتريت بس اخضر لان درجة الخضار دي عجبتني. هعمل اللون البني بايه، بثلاث الوان اللي هما الثلاث الالوان الاساسية. اغسل الفرشة كويس مطرح الاحمر، هاخد جزء اصفر اهو، الاصفر هيبقى اكتر لون في اللون البني، معلش بقى عشان انا اللي بصور زي ما بقول لكم كده. وهاخد، احنا عملنا كده يعتبر برتقاني، لو خدتوا بالكم هيدي معانا برتقاني اهو، برتقاني هنكسره بالازرق، هناخد جزء ازرق اهو، على حسب الزرقين ما هنحط، على حسب البني ما هيكون فاتح او غامق. هيطلع معانا بني دلوقتي، ده تدريب الالوان للاولاد اللي عايزين يتدربوا على الالوان. انا خلاص انا مش هرسم اشخاص تاني ولا هرسم حاجة فيها روح تاني، وربنا يا رب يرحمنا ويغفر لنا، الواحد مش ناقص حرمانية يعني. الناس اللي كانت بتتدرب وبترسم وشوش، وشوش يعني وشوش طبيعية عشان الوش يطلع طبيعي، هقول لكم على حاجة بتستغربوش، عشان اللون يطلع طبيعي احنا بنحط درجة ازرق على اللون. بصوا اللون ده المفروض ايه، بني شوية، هنحط عليه، هو محتاج حبة احمر بسيطة جدا، مش هنكتر الاحمر يقلب على موف. اخد سنة بس كده احمر، اللون البوستر اللي هو الالوان الجواش لازم يبقى ليها سمك، لازم يبقى ليها سمك، لا هي خفيفة ولا هي تقيلة، بحيث ان احنا نمسك كده ما تنقطش غير بعد فين وفين تنزل منها نقطة، ده يبقى السمك الحقيقي او السمك الصح للون اهو. بصوا ممكن تنزل بس بعد شوية كتير قوي، انا مش عايزك بس اطول الفيديو، لا يبقى خفيف ولا يبقى تقيل اهو. بصوا انسيابي معايا ازاي، دي فرشة المتاحة معايا دلوقتي، فرشة تقريبا نمرة 6 نمرة 7، بس انا هستعمل سن الفرشة علشان يديني انها تبقى رفيعة يعني. بسم الله، بصوا ادام اللون ناشف عادي ندخل فيه الالوان الغامقه كده عادي. طبعا كل ما الفرع بيطلع فوق دي كل ما يبقى رفيع اكتر، احنا مش هنبينه كله لان اغلبه بيبقى متغطي بالشجرة بالورد.
احنا هنفتح ازاي؟ هناخد سنة قصر. الورق ده اسمه كانسون، في كانسون وفي فيبريانو، بس الكانسون طبعا احسن، كانسون فرنسي. الفيبريانو والله مش عارفة جنسياته ايه، بس ده انا كنت بجيبه بالفرخ، بتشتري افرخ زي ما انت عايز من الفجالة، في المكتبات كمان بتبيعه، بس انا بصراحة لما كنت بنزل اشتري كنت بشتري من الفجالة، لان الفجالة ارخص وعندي مكتبات كتير. يعني نصيحة بقى، انت هتشتري ورق ورق كده كده، ما تشتريش من المكتبات الكبيرة لان الورق عندهم غالي. انزل الفجالة، اشتري من الفجالة، عندك كل المستويات. في كمان سمك، يعني في ورق سميك وفي ورق مش سميك. هنا اخدنا، بصوا، بناخد حبة من الابيض اللي احنا بهدلناه بالاحمر ده، ناخد حبة كده من الجنب عشان مش عايزه كتير. يعني دي التقنيه بتاعت الوان الزيت، يعني المفروض ما تبقاش على الجواش، بس انا عادي بعملها، ما بتشغلها معايا كويس. طبعا زي ما اتفقين، الظل والنور، الظل والنور. ممكن ناخد اخضر، احنا هنعمله برضو الاصفر، وناخد سنة ازرق. احنا اللي نعمل الاخضر، مش هناخد الاخضر من العلبة. ده الاخضر الغامق، هنفتحه بالاصفر زي ما احنا متفقين كده، ما بنفتحش بابيض خالص. شوف انا ما حطيتش الوان كتير، يعني الاحمر حطيت يمكن شوية اكتر، والابيض، بس ما بحطش كتير لان انا عارفة ان انا هرميه. يعني لما كان ابني صغير كنت بقول له خد العب بالالوان اللي بتطلع، لكن دلوقتي كبر مش هيرضى يعمل الكلام ده، فانا هرمي الالوان، فما حطش الوان كتير. وبالنسبة للاولاد المبتدئين، ما تاخدش البرطمان كله على تلوينة لوحة، الالوان مش رخيصة، يعني خلي الولاد يتعلموا كمان الاقتصاد في حاجات بسيطة زي دي. خليهم يلونوا الصيف حلو، ان يلونوا ويلعبوا ويرسموا ويطلعوا مهارات حلوة جميلة جدا. ممكن يشوفوا على اليوتيوب مهارات، اليوتيوب مش بابجي وبس على فكرة، يطلعوا مهارات وحاجات حلوة تساعدهم وتنفعهم ان هم يعملوا حاجة مفيدة في الأجازة. انا زيكم بعاني برضو في الاجازه من حكايه البابجي والالعاب والخيبه دي، يعني انا، ما انا زيكم، وكل يوم برضو بنقعد نزعق بسبب الموضوع ده، بس يقولوا لي بصراحه، بيقنعوني، احنا هنعمل ايه، احنا قاعدين في الاجازه. بصراحه الواحد خايف يودي نادي، خايف يودي حاجه عشان الكورونا والبتاع. ربنا يستر، مع الرغم ان احنا جالنا كورونا واحنا قاعدين محترمين نفسنا، والله انا لا كنت بخرج ولا بطلع وجالي كورونا، بس احمد جاتله من الدروس. يعني مدرسين الله يسامحهم بقى، معرفش بيقعدوا الولاد ازاي في السناتر، ومعرفش والله بيعملوا في الولاد ايه. فالمشكلة بقى ان واحد بيعيل البيت كله، ده من فضل الله علينا، يعني الحمد لله على كل حال. الورق ده اسمه كنسون، الوان عندكم بقى كل الالوان. انا بروح المكتبات الكبيرة دي، هي مش كبيرة اسما، هي كبيرة ما شاء الله، تجار يعني، بيودوا هما اللي بيوردوا للمكتبات اللي في الأماكن كلها. بروح أشتري منهم، أقول له مثلا أنا عايزة فرخة أحمر، أروح أنا أتفرج على الألوان اللي تعجبني، وبشتري الفروخ اللي أنا عايزاها. وبعدين في مطبعة هناك بتقص الورق، يعني بتقطع الفرخ التمنات، تمن تمن تمن.
انا ما بعملش كده بصراحة، انا باخده معايا البيت وبقطعه بخضرول كده، وبقطعه بقطعه بالقطر يعني على تمن، بقسمه الاول نصين، وبعد النصين نصين، ونصين نصين، لحد ما بيوصلوا ايه لتمن تمن شيتات، تمن ورقات. احنا هنغمق سنة عشان ايه شجرة الساكورا كده، شجرة الساكورا الحلوة. المفروض ده الجزء اللي متعرض للضوء، قصدي للظل. ان شاء الله هبقى اوريكم تقنيات تانية برضو لاستعمال الجواش، مش بالفرشة بقى، بطرق تانية، بطرق غريبة شوية، معلش الأباجورة، بطرق غريبة شوية برضو، بطرق غريبة شوية ان شاء الله هتستغربوها. احنا اتعاملنا مع تقنيات حلوة قوي في الكلية، كان بصراحة الدكاترة بتوعنا كانوا بيساعدونا وبيعلمونا. انا مبسوطة معاكم جدا النهاردة والحمد لله، معلش اعذروني ان في اوقات ما بطلعش وما بعملش فيديوهات، ببقى متابعة اليوتيوب على حسب وقتي وعلى حسب ظروفي وحسب مودي كمان. مشكلة بقى زي ما قلت لكم كده ان الرسامين شغلهم ده ما بيأكلش عيش، لان اغلب شغلهم مودي، يعني بيبقى على حسب نفسيتهم وحسب الحاجات اللي بيمروا بيها، بيبقى غصب عنهم يعني. وانا زي اي ناس بمر برضو بايام حلوة وايام فيها زعل وايام حاجات زي كده، بس انا بحبش اطلع وانا زعلانة او اتكلم معاكم وانا زعلانة. نمضي بقى، نمضي بالفرشة، مع اني ميلادي زمان ما مضيتش بالفرشة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، سلام عليكم.